موضوع استثمارات مغاربة العالم رافعة للتنمية الجهوية في قلب اهتمامات اللقاءات التنسيقية التي أطلقها المركز الجهوي للاستثمار مع مختلف القطاعات الاقتصادية وبتنسيق مع الجهات الفاعلة من الأقاليم الخمس لجهة بني ملال خنيفرة. يندرج هذا اللقاء التواصلي ضمن سلسلة اللقاءات التواصلية التي يطلقها المركز الجهوي للاستثمار بني ملال خنيفرة Investment Talk أو حوارات حول الاستثمار، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد والي جهة بني ملال خنيفرة حول انفتاح المركز الجهوي للاستثمار لجميع الفاعلين الجهويين والمحليين. هذه اللقاءات التشاورية تهدف إلى وضع الخطوط العريضة لمنهجية العمل المتبعة للنهوض بالاستثمار على المستوى الجهوي، وكذا تهيئة الظروف المواتية لاستقطاب الاستثمارات التي تسمح بضمان الاستقرار السوسيو-اقتصادي. نعمل في هذه الجهة على مواكبة المقاولين من مغاربة العالم، نواكبهم في الاستثمار الفردي ديالهم أو الاستثمار المشترك مع المغرب، كما نسعى إلى مساعدة المقاولة المغربية على إيجاد واحد موطئ قدم. لقاءات حوارات حول الاستثمار تشكل مناسبة لمناقشة القضايا وطرح الإشكاليات المعيقة للاستثمار والقدرة التنافسية في الجهة، وكذلك تقديم مقترحات لتأهيل الآليات المالية والإجراءات الإدارية لاستقبال المشاريع الاستثمارية بشكل أفضل.